السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد من قناة محمد سرحان جيمز. اليوم بنعنا فري فاير. اوكي، هون فري فاير طيارة، هون مدري مين فتح السيرفر عم بيعلقنا كل السيرفر، ما بعرف ليش بس ما بيقصه ما بنسجل. هاي هون كمان وبس. بس هنا خلينا نشوف شغلة، لانه عم بيصير شيء غريب بالسيرفر عندي، يمكن لانه انا معلق او شيء. فبس يعني لحتى اطفي كل شيء عندي، يعني بطل رئيس، بطل اقدر ابعت شيء على السيرفر او شيء، يمكن يكون معلق انا او شيء فبيروح كل شيء عندي. اوكي هيك هيك كل شيء ظبطنا متوقع يعني. اوكي اوكي كل شيء ظبط. هون كره ارضيه، لا تحتملها. هاي كره ارضيه. اوكي هون فري فاير، خلينا نفوت على جوا عشان اورجيكم. هون ما مين فتح صندوق عندي هناك. هون اوه كانه فيك تفوت مبات او شيء هون. اوكي ومكتوب التعليمات كيف تلعب. اوكي نفس فري فاير بالضبط. هون الجدران، هاي نطلع على برا نشوف. هون ما في شيء. ماجي كنت نيه طبعا انا شايفه لانه انا بني. هاي شخصية بني من هون، من هون ومن هون راح تبين، لانه يعني ماينكرافت هاي مش حقيقة. واحلى شيء بنيناه هي الطياره يعني الحلوه. انا مسكر الانترنت عندي مشان ما يفوت معي حدا، لانه كل ما افتح سيرفر عم بفوت معي حدا. خلينا نفوت نشوف شو ورجي كنت طياره من جوا. انا ما حطيت فيها شيء، ما عم بقدر اكسر، حطيت كل شيء عندي انا من كتر اللاج اللي صار عندي، لانه حاطط الرندر كتير قوية وهيك، يمكن بشان هيك ما بعرف. هون كمان هاي الشاحنة بشان لما يكون في بناخد فيها كفرات بالفري فاير، هيا هون واللي بنطلع عليها كمان. اوكي شو لسه، بس حبيت اورجيكم شو عم بعمل، واسف على القطعة لانه كان عندي امتحانات، يعني امتحانات اخر السنة، هاي عندي عطلة فرحتمني سجل. خلينا نشوف هون مكتوب فري فاير. اوكي بهاليومين او بكرة او بعد بكرة ممكن ننزل فيديو فري فاير او ببجي او بس واحدة من هون الاثنين وخلص. بس لو ممكن وصلنا نهاية الفيديو، اذا عجبك حط لايك واشترك بالقناة، والسلام، باي باي.